ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ قلقتيني. حماده ماله حماده؟ مش بقى كويس وخرج من المستشفى وزي الفل؟ الحمد لله صحته، الله اكبر، صحته كويسه وزي الفل. بس بقى المشكله اللي واقع فيها كبيره قوي، الضرايب هتحجز عليه. ليه؟ هو متهرب من الضرايب؟ لا والنبي ما تهرب ولا حاجه، ما انت عارف حماده، هما كده اللي جم فجأة وقالوا له عليك المبلغ الفلاني، يا الدفع يا الحبس. هو عليه كام يعني للضرايب يا ماما منون؟ 1,200,000 جنيه. كام؟ ده ما بيدفعش بقى من يوم ما فتح. وايه اللي خلاه ساكت كده؟ اهو اللي حصل بقى يا كمال، مصيبه وقعت فوق دماغنا. وبعدين يا ماما نونة هتعملوا ايه؟ مش عارفه يا كمال، عشان كده انا جيت لك افضفض معاك، عارفاك طيب وحنين وبتحب حمادة، عشان كده جيت أتكلم معاك. لا دي مصيبة فعلا، والمبلغ كبير قوي. يعني بقول يا كمال، يعني لو ممكن تدفع لنا المبلغ وأول المحل ما يمشي شوية نبقى ندفعهم لك. يا ريت يا ماما نونة، انت عارفة انا عمري ما اتأخر عنك ابدا، بس انت عارفه ظروفي انا، الوديعه اللي انا عايش منها ما اقدرش افكها. ده انا واخد فيلا في مارينا بدفع قسطها 30,000 جنيه في الشهر، والله والله كل شهر ببقى مش عارف هسددهم ازاي. يا ريتني ما خدتها، وحتى ما اقدرش ابيعها لانها مرهونه للبنك لغايه اما تمنها يخلص. أنا والله ما أنا عارف أقولك إيه، أنا مكسوف منك خالص. لا يا كمال، لا أنا عارفة حبيبي، لو كان معاك ما كنتش هتتأخر، أنا عارفة. مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أقول إيه. والله يا ربي، والله عمرنا ما عملنا حاجة وحشة في حد. طب بقول يعني لو نقول لخليل بيه يدفع لنا المبلغ ونبقى نقسطه له كل شهر، وخليل مش غريب، خليل متربي في بيتنا. الحاج خليل راجل كويس قوي يا ماما نونة، بس انا ما اقدرش اطلب منه، اصل بصراحه انا واخد منه سلفه كبيره قوي وبسددها من مرتبي. لما دفعت مقدم الفيلا هتبقى تقيلة قوي لما اطلب منه تاني. انما معلش يا ماما نونة، ممكن لو جت من حضرتك هيبقى لها وضع تاني، وانت عارفة الحاج خليل بيقدرك قد ايه. مش عارفة والله، اصل انا عمري ما استلفت من حد حاجة، ده انت في منزلة ابني ومكسوفة وجاية اقدم رجل واخر رجل. ما يصحش يا حاج. ويا ولا محمود، والله ما حد مقدم لها الكرتيه غيري. يا اهلا وسهلا. اهلا. ده احنا النهارده عندنا عيد في الشركه والله. اهلا وسهلا. اهلا يا ست نونة. اهلا وسهلا يا سيدي. مكافاه ربع شهر لكل الموظفين الا انت يا كمال خصم. ليه بس يا حاج؟ عشان ما قلت ليش ان ست نونة مشرفانا. ربنا يخليك يا خليل بيه، والله لسه بسال عنك كمال. والله مشرفانا يا ست الكل. اهلا وسهلا. يا اهلا بيك. لا ده انا حاسس كده ان انا عزول، انا حاسبكم 5 دقايق، خليكم هنا انا جاي على طول. تعالى يا محمود. يا اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا ست نونة. اهلا بيك. ازاي يا حماده بيه؟ والله يا خليل بيه حاله لا يسر عدو ولا حبيب. ايه حكايه خليل بيه؟ خليل بيه، الله، ما انت طول عمرك بتقولي لي يا خليل. تحب افكرك كنت بتقولي لي ايه زمان؟ يا خل. انا بقى نفسي اسمع يا خل دي. والله خليتني اضحك، ده انا الهم اللي شايلاه الجبال ما تقدرش تشيله. خير يا ست نونة؟ ايه الموضوع؟ ما تشيليش هم يا ست نونة، اعتبر الموضوع ده خلص خالص. بس لو سمحتي اديني يومين كده عشان اشوف السيوله هنا في الشركه، اصل انا دلوقتي ما بقتش عارف حاجه في الشركه خالص. كمال بيه واشرف ابني
هم اللي سايقين، يقولوا لي شمال اقول حاضر، يمين امين. الواد اشرف ده كان لسه بيتنطط على حجري. لا دلوقتي لو شفتيه ما تعرفيهوش، ده بقى زي الشحط. اما ابعت اخليه يجي يسلم عليكي. يا محمود. نعم يا سعادة البيه. انده الدكتور اشرف بسرعه. حاضر يا فندم. نورتينا يا ست الكل. دكتور اشرف، الحاج عاوز سعادتك يا فندم. بس يبقى ماما نونة بعتلك استدعاء يا اشرف. يا دي وحشاني قوي. ايه انت ما شفتهاش من امتى؟ من ورا صغير. اشرف ابني. اهلا اهلا وسهلا. اشرف مالك يا حبيبي وحشيت كده ليه؟ ده كان معطقط وهو صغير. ازاي حضرتك؟ الله، وحضرتك كمان؟ ده بقى مؤدب كمان. اللي يشوفه ما شوفوش وهو صغير، اما كان يجي القصر عندنا ويقعد يتنطط على السلم، فاكر يا خليل؟ كانت احلى ايام والله يا ست نونة. طيب انا بقى مضطره اقوم عشان ورايا حاجات كتير قوي لازم اعملها. وانا هطمنك ان شاء الله، هكلمك بالتليفون. متشكره قوي قوي يا خليل. اتفضلي عشان اوصلها. انا هوصلها يا حاج. لا والله ما حد موصلها الا انا. اتفضلي.